وصلنا نصدره. خاطر ديما قدام عينينا مؤسستنا وجرايدنا نتاعنا احنا مش تحت حد. صباحهم نتاع ولادها. وإلى حد اليوم نقول صباحنا نتاع ولادها. دونك إلى حد إلى حد إلى حد ولد استحالة وصلنا حتى مركز الشرطة. أنا شخصيا تم استدعائي مركز الشرطة مع زملاء آخرين وتعطيل سير العمل وغيره وغيره وغيره. قالوا لك وين ماشي يا سي سوفيان شنو تحب يعني؟ وصلنا وصلنا إي بورتون إي بورتون رانا ما عملناش معناها في الحدود المعقولة في الحدود الأخلاقية. عندنا مستوى ثقافي معين عندنا مستوى أخلاقي معين احنا صحفيين ما صعدناش وما كسرناش وما عملناش حشي. وصل صوتكم للخارج وقتها وصل 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 كانت الصباح يعني قبل لجميع السياسيين جميع الإعلاميين ما مارسوش دور سياسي اكيد مش جاوا غاديك خاطر سياسيين لا خاطر خاطر حبوا الصباح خاطر كلهم تعداوا على الصباح خاطر الصباح كانت صوت ليهم الكل راه بعض مره حتى ما بعد الثوره اكيد حالينا للمجال للعباد الكل